المؤتمر الفرنسية، كنرحبوا بالسيد المندوب الإقليمي للتعاون الوطني بالمادوغ، وكذلك جميع الممثلين ورؤساء جمعيات المجتمع المدني لإقليم المادوغ. كنرحبوا كذلك بكل الأطر وممثلي جمعيات المجتمع المدني لإقليم دريوش. والحمد لله هذه مناسبة باش تلاقاو في الهامش، لأن تعرفوا على بعضياتكم. احنا اليوم في اطار واحد اللقاء من ضمان لا فونداسيون دو فرونس كما جرى العاده، باش ان شاء الله يعطيونا واحد الصوره على كيفاش كيتعبر الاكواتور ميلاد وصوره تاع لا فونداسيون دو فرونس. احنا ناقشنا انا والسي ادريس هاد العمليه ديال الصعوبه ديال هذيك لا فورميلير، وربما كانت الجمعيات يعني كيلقاو واحد الصعوبه في التعمار، ولكن سيدي عنده واحد وجهه نظر اخرى، هو ان رغم ان يعني لا فورميلار صعيبه، ولكن خصنا نديروا واحد المجهود، وهو هنايا باش يشرح لنا اكثر. كنتمناو لا من الاقليم ديال دريوش لا من الاقليم ديال المادور نستافدوا هذا العام ان شاء الله اكبر عدد ديال الجمعيات يستافدوا من لا فونداسيون، لانه دعم الاقليمين ديالنا بجوج على مستوى التنميه المحليه وعلى مستوى المشاريع المديره للدخل. وكنعطي الكلمه للسي المباركي قبل ما